هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وهل مكتوب مثلا أتزوج فلانة بعينها مسبقا؟ وهل الرزق محدد مهما كد الشخص وتعب؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم، الجواب كل شيء يجري منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 4 أشهر بعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. والرزق أيضا مكتوب لا يزيد ولا ينقص، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أسبابا يزيد بها فيها أو يزيد بها وينقص. فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق، كما قال تعالى هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين وصلة القرابات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. ومن الأسباب تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدود ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه، فإن هذا من العجز والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ولما ينفعك في دينك ودنياك. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.